الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا الفلسطينية مش بس مصدرها الفيديوهات اللي بتسربها حماس لمشاهد من المعركة، لكن جزء كبير منها مصدره الفضائيات العبرية نفسها. من ضمن ترندات النهاردة فيديو عن تفاصيل محاصرة 16 جندي إسرائيلي داخل شقة بمنطقة بيت حانون في غزة بتاريخ 16/11/2023، لما تمركز الجنود لحماية فرقة خاصة كانت في مهمة سرية، وكان في انتظار هذه الفرقة مجموعة من عناصر القسام دون علمهم المسبق. تم إحضار من نجا من الجنود وعرض الفيديو عليهم وسماع تعليقاتهم. واحد من الجنود قال إن بعد لحظات من دخولهم المبنى تم قصفهم بصاروخ أدى إلى إصابة 10 جنود، وإنه جراء القصف انهار جدار الطابق الثالث مما أدى إلى سقوط 3 جنود وأصيبوا بجراح خطرة.